السلام عليكم ورحمة الله، أطيب الله يومكم بكل خير. من كان يتمنى عودة ياسين إبراهيمي إلى صفوف المنتخب يضع لايك للفيديو. عدم استدعاء ياسين إبراهيمي في هذه المرحلة التي يقدم فيها أداء رائع مع فريقه ويعتبر أفضل من جل العناصر الموجودة في قائمة الكوتش جمال بالماضي، هذا بسبب تصريحه السابق بعد مباراة الكاميرون حيث قال: المدرب جمال بالماضي يتحمل جزء من مسؤولية الخروج من المونديال وليس قاسم هو من يتحمل المسؤولية. ياسين إبراهيمي لا يحتاج لمكبر عالي التوضيح ليبرهن أنه يستحق مكان ضمن قائمة الخضر، خصوصا مع الضعف الموجود على الجهة اليمنى. وخرج ياسين إبراهيمي بتصريح مفاجئ ومؤثر بعد الإعلان عن لائحة جمال بالماضي حيث قال: كنت سأقدم نفس المستوى الذي اعتز على تقديمه مع المنتخب سواء كان المدرب هو جمال أو شخص آخر، فما أقوم به مع المنتخب هو من أجل الوطن والجمهور.